سبب كل المشاكل اجت لهون لتطلب من القدير يساعدها. حلو حلو كتير يا مايا ماهوترا. شو هالدراما هاي؟ حسيت للحظة اني ممكن اشعر بالسلام والسعادة لما اجي على المعبد، بس لا، لانه مصيبة ارجون وصلت لهون كمان. دموعك هاي ما رح تقدر تغير مستقبلك يا مايا. بيوم من الأيام هاي الدموع رح توقف بوشك، وبهداك اليوم حتى القدير ما رح يقدر يساعدك. هذا الزلمة مات، بس هو لساته متذكر حياته اللي عاشها هون. وطول ما انه لسه متذكر حياته، مستحيل انه يقدر يبلش مرة تانية حياة جديدة. لازم بالأول ينسى حياته، وانتي شغلتك انه تنسيه. أشوين؟ أشوين؟ أنا دائما بقدر أتخيله، بس هلأ هو وينه؟ هذا لأنه أنا موجود هلأ هون. هو خايف مني، هو بيعرف كتير منيح أنه أنا هلأ موجود هون مشان أخده معي. اللي هو منيح. لا، بس ببساطة أنت فيك تساعدي. بدك تساعدي صح؟ بدك تساعدي؟ لأيمت بدك تمنعيني مايا؟ الحقيقة ما رح تتغير إذا أنت منعتيني. أوه. الحقيقة بتزعجك صح؟ شي مرة من قبل أنت فكرتي كيف ابني رح يقدر يعيش مع حقيقتك؟ ابني صار هلأ متهم بجريمة قتل بس بسببك أنت، وسعادة بيتي كمان اختفت بسببك أنت، وأمك اليوم رايحة على السجن بسببك أنت كمان. لأيمتى بدك تضلي عم تحملي غيرك مسؤولية أخطائك؟ لأيمتى؟ عمتي، أنا بدي منك هلأ أنه تغمضي عيونك وتحكي مع أشوين، وبعدها بوسط هالقطعة المعدنية أنا رح أقدر أنه أمسك روحه، ومن خلال هالقطعة هاي هو رح يقدر يحاكينا. بس كيف؟
الأرواح ما بتقدر تحكي يا عمتي. وهالقطعة هاي رح تحكي عنه. هالقطعة رح تدور على هالرسائل ورح تقدر تخبرنا كل الحقيقة. أشوين، أنا بدي أحكي معك يا أشوين. جانفي، أنتِ ليش عملتي هيك يا جانفي؟ يا شوين، أنا حسيت إنه أنت ما رح تخلي مايا تتزوج. أنا آسفة، سامحني يا شوين، بترجاك يا شوين، أنا آسفة، أنا آسفة. لا يا جانفي، أنا مستحيل إنه أقدر سامح حدا نهائياً. أنا أعرف اللي قتلني. أشوين، خبرني مين اللي قتلك؟ تقدري تعبدي القدير قد ما بدك مايا، بس تذكري منيح إنه القدير ما بيساعد الأشرار نهائياً. مايا تركيني بدي روح. مايا قلت لك تركيني روح. ماما. مايا. شكله ما قدر يعرف مين هو اللي قتله. أنا ما شفت اللي قتلني، بس القاتل هو موجود هون بالبيت. لهلأ اللي قتلني ما عم يقبل إنه يخبرني حقيقة، لهيك أنا ما رح روح من هون. يعني معتبرني أنا اللي هو كثير معصب يا عمتي. هو أكيد رح ينتقم، لازم نخليه يهدى ويسترخي، وإلا رح يعمل مشاكل. بس هو يعني ما أنه مستعد أنه يسمعنا؟ عمتي أنت عملي هالشي، اكتبي رسالة باسم أشوين، لأنه إذا أشوين كان حاسس أنه أنت اللي قتلتيه وبده يعرف الحقيقة، فأنت بتكوني اعترفتي لأشوين بغلطك بهي الرسالة، وبعدين إذا بدك فيك ترميها بالبحر. بس عمتي أنا ما أنا بعرف مو أنت يلي قتلتي، بس إذا روح أشوين عم بتحس إنه أنت يلي قتلتيها، وقتها هذا الحل الأفضل، وإلا روحه ما رح تترك هذا البيت، ووقتها مايا ما رح تكون مبسوطة.
عمتي انت اعملي هالشي، اكتبي رساله باسم اشوين، لانه اذا اشوين كان حاسس انه انت اللي قتلتيه وبده يعرف الحقيقه فانت بتكوني اعترفتي لاشوين بغلطك بهي الرساله، وبعدين اذا بدك فيك ترميها بالبحر. أشوين أنا غلطت معك، وأنا لازم أتعاقب على هالشي. أنا عم عاقب حالي اليوم على الشي اللي عملته معك. أنا بكون الشخص اللي قتلك، هاي هي الحقيقة، واليوم أنا عم جرب واجه هالحقيقة. أشوين بترجاك سامحني. أشوين بترجاك تقبل اعتذاري، خليك بعيد عن بيتي، بترجاك أشوين. ماما قتليني، قتليني لحتى ترتاحي وتفجري الغضب يلي محبوس جواتك، قتليني. لا، لا. كل المشاكل رح تنتهي لما بموت، صدقيني. أنا بس ما بقدر أترك أرجون، وأنتي ما عم تقبلي هالشي، ما فيك تشوفيني أنا وأرجون مع بعض، صح؟ لهيك قتليني هلا، قتليني ماما، خلص قتليني وارتاحي مني. يلا قتليني ماما. أرجون هو كل حياتي. يا ما بتقبلي تعطيني حياتي هلا، او بتاخديها وبتخلصيني. بترجاكي خلصتي تمثيليتك ولا لسه عندك شي تعمليه؟ شفتوا كلكن؟ شفتوا قديش انا وحده سيئه؟ كلكن شفتوا الحقيقه انه انا عم ازعجها وضايقها كثير، وهي يا حرام البنت المسكينه. أنا بكون أم شافت كتير أشياء بحياتها وفهماني كل شي وعندها خبرة، وبعرف منيح إنه الحلو الزايد بس بيعمل سكري. ليش الأسد بضل ساكت قبل ما يصطاد الفريسة؟ أرجون ما عم يشوف الحقيقة لأنه صار أعمى بحبك، بس عيوني أنا دائماً مفتوحين. أنت بتعرفي ليش؟ لأني بحبه لأبني أرجون كتير، بس كمان أنا ما بدي أتملكه. أما حبك أنتي لأرجون فمجرد لعبة، وأنتي دائماً بتقولي أنك ما بتحبي أنه تخسري، ما هيك؟ لهيك هالشي معناته أنه الشخص اللي بتحبيه هو أكيد رح يكون خسران. بس تذكري كلامي هلأ منيح مايا مهوترا، طول ما أنا لسه عايشة مستحيل اسمح إنه ابني يخسر نهائياً. عمتي
سانج أمي مستحيل تتقبلني. أرجون عن جد تزوج مشكلة كبيرة. كمان ما عنده إجابات للي عم يصير. مستحيل، هي ما رح تقبلني يا سانج، هي بتكرهني. عمتي تعبانة، هي أم مهمومة. بترجاكي جربي إنك أنت تتفهميها، وقتها بصير كل شي منيح. هذا أكثر من مجرد تمثيل. ليك شوف، رح تحصل على الشي اللي بتدفع مشانه. بس قليلا شوف، أنت كيف قدرت تحرك القطعة؟ ببساطة، مغناطيس. حلو. ليك اطلع كيف بتشتغل. القطعة بتعلق عن مغناطيس هيك، وبعدين بتعلق. ورجيني. بس في شغلة واحدة ما فهمتها. ما بعتقد انه جانفي هي اللي قتلت زوجها. الشي اللي عملته ما عم بفهم. لانه قصة اشوين مهوترا صار لازمها نهاية. شكرا. الو ست مايا، انت مشغوله؟ حتى لو كنت مشغوله لازم توقفي. بالحقيقه في شيء ضروري لازم تعرفيه. خليني خبرك قبل ما انت تخبريني. القاتل الحقيقي لاشوين ماهوترا انا بعرفه. انا لازم اني شوفك بسرعه يا مايا. رح سكر هلا. باي. مايا شوفي مين يلي اتصل. المفتش كان عم يحكي، كان عم يقول عرف مين القاتل الحقيقي. الو ماما. ماما شو صاير؟ ولا شي، بس هلأ رح يصير كل شي. رح يصير تمام، رح أصحح كل شي. قابليني بعد شوي بالمجلة القديمة، لأنه هالقصة اليوم رح تنتهي من المحل اللي بلشت منه. وقاتل أشوين رح يتعاقب اليوم يا مايا. أنا اليوم رح أفضح القاتل. صرت بعرف مين هو اللي قتل أشوين. ماما الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية. مايا شو صار؟ أنا ما بعرف شو مشكلتها سانج، بس قالت لي شغلات غريبة. هي عم تقلي بدها تخليني شوف قاتل أشوين اليوم، وهي طفت موبايلة. ما بعرف شبهها. مايا ليه؟ لحظة، لازم حاكي لأرجون. الو ارجون. ايه مايا، شوفي امك منيحه كثير. طيب قلي وينها. شو يعني وينها؟ هي بغرفتها. بس لحظه رح شوفها. عمتي جانفي، عمتي جانفي. مايا هي مو بغرفتها. شو هالمصيبه هي؟ اهدي رح شوف. اهدي يلا. عمتي، ايه مايا، هي مالها بالبيت. ارجون امي حاكتني على التليفون، وهي كمان قالت لي طلبت مني اني اجي على المجله القديمه. انت روح وحاول انك تسرع شوي، وهلا انا وسانج بنلحقك. ماشي اوكي. طيب هلا بروح. اوكي بشوفك. يلا سانج. Thank you.
تحيات يا عمي. انت شو جابك لهون؟ اجيت مشان سانج. بصراحة هي محامية عظيمة، بتعرف منيح كيف تشتغل وبنبسط بس شوفها. ولا ممكن تنادي لها؟ استنى هلا صعب، مالها بالبيت. عظيم، أرجون شارما شاغلة بقضيته. بغض النظر عن الشيء اللي صار مع بنتك، بس أكيد هي ما رح تترك رفيقها بهالوقت. طيب فهمني، يعني أنت شو بدك منها بالضبط؟ لا تخاف يا عمي، أنا بس عندي كم سؤال إلها. هاد ابنك؟ ايه برافو، شكلك شاطر بالمدرسة، دروس منيح، يعني مشان تصير محامي مثل اختك. ما بتعرف شو بتحتاج، لأن ما بتعرف يمكن بنتك تروح على السجن، وهيك هو رح يساعدها ويطالعها من السجن. أنت كأنه عم تهددني؟ لا آسف عمي، بالعكس أنا ما بدي خوف حدا أبدا، أنا بس عم حقق بقضية السيد أشوين ماهوترا، ويعني عم أسأل كل الضيوف يلي كانوا بالعرس وعائلتك كانت موجودة وقتها. هلا في عندي كم سؤال، نحن عم نحاول نساعدك ونشيل كل الشبهات، لأنه بصراحة هاي القضية معقدة وكل اللي كانوا هنا يعتبروا متهمين، أي وأنت ممكن تتهم كمان. خذ نصيحتي، ضل بعيد عن الكل، بنتك كمان مشتركة لأنه كانت موجودة، هي عم بتورط حالها، ما أنا عم تفهم بنوب، لساتها صغيرة ما بتعرف، بس الحياة رح تعلمها كتير شغلات، الضرب اللي ما بتوجع بتقوي، ورح تتعلم من اللي عم يصير اليوم، وبتمنى ما تندم على مواقفها. بكل الأحوال عرفنا القاتل الحقيقي، ما بتعرف يمكن انه تكون بنتك. طيب عن اذنك هلا لا تنسى درسك، يلا روح. ماما 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 وينك ماما؟ أرجون بلكي صار لشي هون. ماما لا تخافي، عمتي رح تكون منيحة. ماما وينك؟ عمتي وينها؟ ماما وينها؟ يا ماما! عمتي ماما أرجون وضع مانو منيح، بتمنى أنه ما تأذي حالة، أنا قلقانة كتير. لا تخافي يا مايا، هي رح تكون منيحة، رح دقلها. ماما ماما عمتي شو صار؟ ما عم بترد. لازم نتصل بالشرطة. لا. ليش لا؟ لأنه الشرطة رح تكبر لنا المشكلة وهي خايفة. لا الشرطة رح تساعدنا أرجون. أنا قلت لا،
نحن منحلها هلا. اسمعني أرجون. مايا، هدول حلقاتها، يعني هي اجت قبلنا. هذا مكان كتير كبير، رح نتفرق ونبلش ندور. انتي من هون وانتي من هنيك. ما عم تسمعني عم احكي معك. شو مشكلتكن انتو؟ رد علي، انا عم احكي معك مو مع الحيط. عن جد ماما؟ هلأ طلعتي بتحكي؟ لان انا كنت مفكر انك خرسة. سانج خبرتني بكل شي عملتيه، صارت مكشوفة كل عمايلك هلأ. ماما انت تجاوزتي حدودك مع مرت اخي. بلا حكي فاضي ايان. ماما الحكي الفاضي هو الشيء اللي عم تعمليه انت هلا. ايان مو مشكله ماما، ساوي شو ما بدك. أيان اسمعني. أمي لا تقولي شي وما تعملي شي، لأنه أنا ما عاد أتحمل أبدا. أيان أنا آسفة، قلي أنت شو عم تعمل؟ بصراحة أنا بدي أكون بعيد عن هون ماما، بدي روح. لازم تتعودي تكوني وحيدة، لأنه أنت اللي اخترتي هذا الشي. أيان بترجاك تفهم علي ابني، ليش ما في حدا منكم بهالبيت عم يفهم علي؟ يا قدير كيف بدي اشرح لهم؟ الكل مفكرين انه انا الغلطانة لاني عم عبر عن مشاعري، ما عم اعمل مثل الباقيين وخبي بقلبي كل شي عم حسه. ليك انا كل شي بقلبي بقوله، يمكن الاحسن صير اعمل مثلهم وخبي كل مشاعري كمان، وقتها بصير منيحة بنظرك، وقتها على القليلة بتعتبروني ام وبتبطلوا تتمسخروا علي. أيان الكذب ماله من طبعي، مالي متعودة هيك ولا بقدر إني عود حالي هيك. بدك تعاقبني بس لأني عم أقول الحقيقة، معقول؟ بس أي حقيقة؟ هي اللي عملت مايا شريرة؟ بكفي ماما، هي كنتك، أنت لازم تحبيها مثل ما بتحبي بنتك. ما بعرف ليش عم تلوميها وتكرهينها فيها، هي الحقيقة. ليكي ماما أنا بتفهم خوفك على أرجون، بس هذا مانو مبرر لتتصرفي بهي الطريقة مع مايا. انت خايفة لأنه أرجون يحبها أكتر منك وبدك تحبسي هون. لا لا أيان. ماما انت علمتينا كيف نحب الناس، هي الكراهية من وين أجت؟ هي مو كراهية، هي الحقيقة ابني، بس ما بعرف عم تلوموني بدون ما تفهموا شو عم يصير وما عم ترضوا تسمعوني. أنا شو ذنبي إذا ضحكت عليكم بدموعها؟ انتو كلكن صدقتوها لمايا لما صارت تبكي، بس ما فرق معكن انا شو عم احكي وتجاهلتوني بكل بساطة. حاولت تفهمني يا ابني، مايا هلأ بس بدها تتحكم بأرجون ومستعدة تعمل اي شي لتاخده منها وتروح، وكمان هي بس وحدة. ماما بس
عيان؟ شو بدي ساوي؟ عمتي! عمتي! يا عمتي! بترجاك لا تقرب علي. انت ليش عم تنتقم منهم؟ انا وثقت فيك، وانت قتلت حبيبي اشوين. انت فكرت انك رح تقدر تكسب بعملتك هي، بس انت اكيد رح تندب. هلا اول شيء قتلت اشوين، وهلا بدك تخليني صدق انه روح زوجي اشوين بدها تحكي معي وفكر انه انا مريضه. ليش؟ ما رح اصدقك اليوم ابدا، وبوعدك اني رح اخبر الكل انه انت اللي قتلت اشوين. أرجون لقيت عمتي؟ أرجون قلي لقيتها. أرجون! أرجون ليك، أنا سمعت صوت بالطابق يلي فوق. عمتي! يا عمتي! سانج لحالة، هذا أحسن وقت لأنه تساعدني. عمتي؟ سانج، ما بعتقد إنها هون. لا أرجون، عمتي معنا. إذا هي هون لكن ليش ما عم ترد علينا؟ يمكن خايفة من حدا. لحظة شوي، إذا خايفة من حدا معناته نحن لازم نلاقيها بأسرع وقت. أوكي مايا، روحي من هنيك.
وانتي من هنيك سانج. أنت مجرم، روح من هون. أنت اللي قتلت أشوين، أنت اللي قتلت أشوين. بعد لا تقرب علي، بدي خبر الكل عنك. خليك بعيد عني، أنا بورجيك. راح خليوني عاقبوك وتروح على السجن. بكرة بنشوف يا مجرم. ليك بعد عني، أحسن ما صرخ وأفضحك هلأ. لا تقرب علي، عملك لا تقرب. في إلى أثر. أنا آسف يا مايا، كل هالشي بسببي، ما كنت منتبه لما هي طلعت. أرجون يلا نروح على مركز الشرطة، الشغلة متعلقة بحياة عمتي. أرجون أرجون، بشو عم تفكر؟ روح ولا شيء، نمشي؟ امشوا. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.